تساعد بنتي لكن أنا لا أحصل عليها. لو كان بنتي حقيقي ممكن تساعد بنتي وتأتي من الفضاء ويكون واحد بطل العالم بأسد كله، لأن كل دولة يكون فيه بطل. أنا عندي حلم يعني تتحقق. المشكلة أنا بساعد بنتي وبي حتى ما نبتي خضراء نفس عدد، وهذا السروال الأزرق نفس بدل ما حلقة نكرة كبيرة. والله بساعد بنتين، بس لو أصنع ساعة لا واحد يقدر، ما حد يقدر ساعة خلينا كيف أقول لك ساعة. والله كيف في شيء هناك بلو شيء أخضر، شوف هناك شيء. مالك شيء؟ إنه شيء كرة، دائرة سوداء نفس الكرة. ما هذا الشيء؟ هل إنه ساعة بنتي؟ لا يعقل، أكيد إن جميع الرسومات، لكن سوف أجرب أن أمسكها. ما هذا الشيء؟ هل إنه ساعة بنتي الثانية للكبور؟ ضغطت زر واحدة. سوف أجرب هذه لكنها خطرة، سوف ألمسها. إنها بيدي، ما تفعل؟ أنا أريد أن أنزعها عندما أنام، كيف سوف أفعل؟ إنها لا تصلح أن تكون لي، لماذا حلمت فيها؟ ماذا سوف أفعل الآن؟ هل أنا بطل العالم؟ لا، لكن إذا كنت بطل العالم سوف أتحول إلى الفضائي سلاباك وهيبلاوز وأوبرفلوم وأوبريك. لو كان في أكثر من 10 فضائيين لفزراد ويمانجسور وإيكمتر شاكراك، سوف أجرب أن ألبسها. كيف اسم الصوت واحد؟ ما هذا الشيء؟ إنه شبيه في القاكس. ليس في الجلسة معه يعني أشيلها. أي مرصفة جدا يمتع لو في الكاكس. ماذا تريد مني؟ ها؟ نعم سوف أذهب لأكلب. ماذا تريد مني؟ أنا في الكاكس، أعطني هذه الساعة، إنك لا تعرف شيئا عليها، إنها فقط للكبار. أيها الطفل، لا لم تأخذها مني الآن، إنها لي. سوف أكون الآن بطل العالم. هل تريد أن أقاتلك بها؟ هل تسمعت؟ لن تأخذها مني حتى لو حاولت. هل تريد أن أتحول إلى أقوى فضائي عند بنتين؟ إنها تشبه بنتين. هيا تعال سوف أقاتلك. لا لا، هل تريد القتال؟ الآن سوف أقاتلك، الآن سوف أتحول إلى الفضائي أقوى فضائي. هيا بسرعة. علي يتحول إلى فضائي. إنه جديد. إنه هذا حان وقت البطولة لأجل بنتي. ما رأيك الآن يا بالقاكس في هذا الفضائي؟ هل أعجبك؟ كيف يعرف على الثلاثة كثير؟ واو هذا فور أنكس أيضا جديد. خذ هذا. لماذا رجعت هكذا؟ وأخيرا لقد هزمت في الكاكس وتحولت إلى فور أنكس الجديد أيضا. مرة أخرى كلما يأتي شرير سوف أهزمه هزيمة. الآن سوف أذهب إلى هناك وسوف أتي إلى هنا وسوف أريكم الفضائي. اسمه هيمانجسورس وراح تشوفونه الآن.